هنعرف معاكم مشاهدينا الكرام شكل المتحف المصري الكبير وصل لحد فين من دكتور مجدي شاكر الخبير الأثري. دكتور مجدي صباح الخير على حضرتك. أستاذ أستاذ باسم، هنقول لحضراتكم بقى صباح اللوتس باعتبار بنتكلم عن الحضارة المصرية، وباعتبار إن شاء الله بكرة هو أول شهر توت، وهو يعني أقدم تقويم في الدنيا كلها. إحنا في السنة دي سنة 6265، وعندنا إخواننا الأقباط بيحتفلوا بكرة ببداية السنة اللي هي القبطية أو بعيد النيروز، فكل سنة وإخواتنا وشرقاء الوطن بألف خير وسلام. يا رب كل سنة والجميع طيب وبخير يا دكتور. يعني عايزين نعرف من حضرتك كده شوية تفاصيل عن ما تم الانتهاء منه في المتحف المصري الكبير لحد دلوقتي. أنا بس يعني هبتدي بحاجة إعلامية، كان سي إن إن كانت بتسجل في هذا المتحف الأسبوع اللي فات، فالراجل المذيع باعتباره بيلف الدنيا كلها بيدور على كل العجائب بتاعتها، قال كلمة مهمة جدا، قال إن هذا المكان يتلألأ ويتألق وإنه مكان يليق بالفراعنة، وبالتالي كانت ملحوظة مهمة جدا جدا إن إحنا المتحف بتاعنا يعني متحف زي ما كده، إحنا ما زلنا نفتخر بالأهرامات وبمعجزات الدنيا كلها والهرم الأكبر. بعتقد والله يا استاذ ساره استاذ باسم ان يعني اولادنا واحفادنا هيظلوا مئات السنوات يفتخروا بهذا الموضوع ويعتبروه من معجزات العالم الحديث، وزي ما نابليون وقف قدام الاهرامات وقال لجنوده ان 45 قارن من الزمان تنظر اليكم، اعتقد ان احنا برضو بعد مئات والاف السنوات سيقال هذا الموضوع. احنا قدام متحف عالمي يا استاذ ساره، قدام متحف الأكبر مساحة والأكثر كمان ضخامة من حيث العرض المتحفي، لأن إحنا عندنا أكبر متحف في العالم بيضم أثار من حضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة، عندنا هنضم كمان توت، لأن توت أنت عارفة حضرتك هو براند عالمي، وبالتالي توت إحنا عندنا أكثر من 5396 قطعة، أول مرة هنشوف العربات العربية بتاعت توت، هنشوف الأجنة ولاده مقتنيات كلها بتاعت توت عندنا كلها، وبالتالي إحنا قدام مكان مذهل ليس فقط على حجم المتحف، ولكن إحنا عندنا كمان إذا كان المتحف 100,000 متر مربع فاحنا المساحه المبنيه للمعروضه 45,000، والباقي كله هيبقى مناطق خدمات، يعني اكتر من 65% خدمات، هيبقى عندنا مسرح، هيبقى عندنا سينما 3D، عندنا حديقه روسيه، عندنا اماكن براندات، عندنا ممشى بيودي بيربط ما بين الاهرامات وما بين المتحف المصري، وبالتالي احنا عندنا متحف يكفي فخرا ان هذا المتحف رئيس مجلس الامناء بتاعه السيد رئيس الدوله، ودي شيء بيدي له زخم وبيدي له قوه، وبالتالي احنا قدام متحف غير عادي، العالم كله فقط لا ينتظر، يعني مش احنا فقط ننتظر افتتاحه، ولكن زي ما قال السيد الرئيس في 2017 ان دي مصر العالم، فاعتقد بقدر مصر هيكون هذا الحدث الفريد اللي كل العالم بينتظر هذا المتحف الرائع ان شاء الله. بشرف كبير جدا يا دكتور مجدي. يمكن بالحديث عن المتحف نفسه، يعني اي متحف بالطبع بيكون الجزء الاساسي في اللي بيديله صورته واللي بيديله وضعه في العالم هي المقتنيات اللي موجوده في المتحف، ولكن ربما يكون هذا المتحف تحديدا زي ما حضرتك ذكرت متفرد بشكل كبير في مبنى المتحف نفسه وطريقه العرض اللي هي موجود فيها احدث الاساليب وطرق العرض الموجوده في العالم، وده بيخليه تجربه فريده في حد ذاتها في زيارته وايضا في يعني متعه بقى الدخول والتجول في المتحف. ايه الجديد اللي ممكن هنشوفه في هذا المتحف من طرق العرض يا دكتور مجدي؟ انا بشكرك على السؤال ده جدا يا استاذ باسم، لان الناس ما تعرفش ان احنا متحفنا يتشاف من السماء ويتشاف من الارض، ناس كتير جدا لو احنا بصينا على متحفنا من الارض هيجوا لنا عباره عن مثلثات غير متناهيه للتصميم الايرلندي، احنا متحفنا متحف عالمي مشترك فيه ايرلندا، مشترك فيه جايكا اليابان، عده دول مهمه جدا، ولو حضرتك راكب الطياره ومعدي ناس كتير جدا هتعتقد هو منور بالليل ان هو الهرم الرابع، واحنا دايما نطلق عليه الهرم الرابع، وزي ما الاجداد عملوا الهرم الاهرامات كلها والهرم الاكبر فاحنا عندنا الهرم الرابع، عندنا احدث وسائل عرض تكنولوجيا، لو حضرتك تذكر من 3 أشهر 4 أشهر كان السيد الرئيس عمل اجتماع مع كل المجموعه قال لهم انا عايز المتحف بتاعنا يبقى فيه احدث طرق العرض، يكفي ان حضرتك اول مره تستطيع ان ترى مسله من اسفل، احنا بنشوف كل المسلات بنلف حواليها في مسلات العالم كلها، انما المره دي نستطيع ان نرى الخرطوش بتاع جدنا الملك رمسيس الثاني واحنا معديين من اسفل بما يسمى بالليل المسله المعلقه، وشيء جاي جدا، عندنا البهو العظيم او الدرج العظيم معروف فيه 76 قطعه من اجمل قطع الاثار بتمثل الملكيه وكيف كانوا يصور الملوك لانهم كانوا بيتصوروا بهيئه انسانيه او حيوانيه او مزج ما بين الاثنين، عندنا مجموعه توت اللي هي طبعا خرافيه، احنا عندنا زيارتين يا استاذ ساره، زياره متعمقة وزيارة سريعة، الزيارة المتعمقة تحتاج 3 أيام يعني 56,000 قطعة لو طبعا مقتنيات كتيرة جدا يا دكتور وقت كبير جدا، وبالتالي احنا قدام متحف مش بس طرق العرض ده احنا كمان الموضوعات بتاعته اللي موجودة هنشوف حاجات أول مرة نشوفها في الحضارة المصرية كلها زي ايه يا دكتور؟
احنا عندنا زي ما قلت حضرتك مجموعه توت اول مره نشوفها كامله، يكفي فخر ان في من القطعه الاوحد اللي هي بيعتبروها كده بيقولوا يعني مجله الجاردن قالت ان القطعه دي يجب كل واحد في حياته يشوفها مره واحده، هي اندر واغلى قطعه اثار في العالم، هي الماسك بتاع توت اللي هو 11 كيلو من الذهب مطعم بالاحجار الكريمه. زي ما قلت حضرتك كمان هنشوف المجموعه كامله بتاعه الملك حتف حرس، عندنا جدار كامل حوالي اكبر جدار في العالم للملك سينفر حوالي 45 متر، ده هيكون برضه موجود عندنا. عندنا تمثال الرائع اللي كان موجود في ميدان باب الحديد، طريقه العرض بتاعته يعني اكتر من رائعه. عندنا تمثال من الاثار الغارقه هيبقى موجود. فالمتحف من اول عصور ما قبل التاريخ حتى العصر اليوناني الروماني في قطع فريده لو قدرنا نتكلم عليها، بقول لحضرتك 56000 قطعه. يمكن اجمل حاجه في هذا المتحف بس من عندنا قاعه العرض المتغير، بحيث ان كل 3 اشهر هيبقى عندنا قاعه تعرض عروض جديده، بحيث ان انا بملش او ان انا شفت يبقى هشوف جديد. عندنا قاعه بتعرض الحضارات الاخرى، لان عارف حضرتك ان مصر في الوقت اللي كانت موجوده فيه كانت في حضارات اخرى زي الاشوريه زي البابليه زي حضارات اخرى، فهيبقى في بعض القطع من الحضارات الاخرى بحيث نستطيع التعرف على علاقه مصر بالعالم الخارجي وكيف كان علاقه التبادل العسكري والسياسي والاقتصادي، ومصر ما كانش منعزله ابدا في اي وقت عن العالم. وبالتالي احنا قدام متحف خيالي لا. حتى بره المتحف منطقه الخدمات، وحضرتك اكيد بتزوره او زرته في الزياره التجريبيه دلوقتي، مناطق الخدمات، مناطق قطع التذاكر، مناطق المبيعات، البراندات، شيء لا يصدق. فتخيل حضرتك انا من بره دلوقتي مستمتع بالزياره وناس بتصور وبتكتب عليه، فتخيل جوه ولسه ما بداناش التجربه الحقيقيه للزياره والتجول داخل اروقه هذا المتحف المصري الكبير في انتظار افتتاحه بمنتهى الشغف. يعني جزيل الشكر لحضرتك، انت شوقتنا زياده يا دكتور مجدي ان احنا اول ما يبدا ان شاء الله، اول ما يتم افتتاحه نروح كلنا وناخد اسرنا ونروح نزور ونشوف حضارتنا العظيمه بطريقه عرض جديده، غير طبعا مجموعه الاثار الجديده اللي هيتم عرضها لاول مره. جزيل الشكر لحضرتك دكتور مجدي شاكر الخبير الاثري على وجودك معنا عبر الهاتف.